كنيسة لها تاريخ. كنيسة كانت مقراً للكرسي المرقسي لفترة دامت أكثر من 3 قرون، كنيسة كانت محطة هامة في تاريخ رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. إنها كنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة. ووفقاً لما قاله المقريزي في كتابه المواعظ والخطط والآثار، كتب أنها عظيمة عند الأقباط، وبنيت في القرن الرابع الميلادي، وكانت مقراً للكرسي البابوي 23 بطريركاً، وهي أطول مدة استمر بها الكرسي البابوي. وذكر باتلر في كتابه الكنائس القديمة في مصر أن المبنى الرئيسي للكنيسة يرجع لما قبل القرن 6 الميلادي. احنا هنا في كنيسة العذراء بحارة زويلة بجوار قاعة مقتنيات الآباء البطاركة، واحنا نعرف ان كنيسة العذراء بحارة زويلة كانت مقر للكرسي البطريركي لأطول مدة في القاهرة. بعد انتقال الكرسي البطريركي من الإسكندرية مر بعدة أماكن، أطول فترة كانت في كنيسة العذراء حارة زويلة، و 23 بطرك استخدموا هذا المكان كمقر ليهم، من البطرك البابا يؤنس الثامن رقم 80 للبابا متاوس الرابع البطرك 102. وسبب انتقال الكرسي لكنيسة العذراء حارة زويلة الكلام ده كان سنة 1303 ميلادية، كان في هذا الوقت تحت البلد تحت حكم الملك الناصر محمد ابن ألاون، وكان صدرت الأوامر بأن ما فيش ولا كنيسة تبقى مفتوحة في القاهرة سوى كنيستين فقط، كانت أحدهما كنيسة العذراء حارة زويلة، ودي كانت للأقباط الأرثوذكس، وكنيسة أخرى للروم الملكانيين كانت كنيسة ماري نقولة في الحمزاوي. فده كان سبب أن البطريرك البابا يؤنس الثامن استخدم هذا المكان كمقر للكرسي ليه. من أشهر البطاركة اللي عاشوا في هذا المكان واستخدموه كمقر للكرسي البطريركي البابا متاوس الأول البطريرك 87. ده هنا لم يدفن في هذا المكان، ولكن هو من أشهر البطارقة، وكانت بتتم على إيديه كثير من المعجزات، وكان معاصر لي ويعتبر صديق لي الأنبا رويس. الأنبا رويس كان صديق للبابا متاوس الأول، وسيرة حياته بتحكي عن معجزات عملها، من ضمنها أنه أقام ميت، كان في بعض الترميمات في الكنيسة وأحد العمال سقط وهو بيشتغل فمات، وكان هذا العامل غير مسيحي، فكان ممكن تحصل مشاكل كبيرة، غير أن البابا متاوس جه وابتدى يصلي عند الأيقونة العجائبية اللي في الكنيسة عندنا للعذراء، وجاب مية وابتدى يدهن بيها أعضاء هذا العامل فقام من الموت. وليه معجزات كتيرة البابا متاوس الأول البطريرك 87. تبتدي حكاية المزار دوت أني الحكيم زيلون في القرن الرابع الميلادي لما جه يبني الكنيسة كان أشاع أسطورة أنه هو مخبي كنز عظيم في الكنيسة، وكان بيتوصل ليه من أحد السراديب أو الممرات بالكنيسة. فعلى مر العصور كانت بتيجي اللصوص علشان تدور على الكنز بتاع الحكيم زيلون، وكانوا يخربوا أو يحرقوا في الكنيسة كده يبحثوا عن الكنز، لغاية حتى حديثا في خمسينات القرن الماضي كان برضو في مهمة للبحث عن الكنز ده، ويخربوا في حيطان الكنيسة كلها ويحفر كمان في أرضية الكنيسة، لغاية لما وصلوا لمكان المزار الحالي وهو بيقع في الناحية الغربية البحرية للكنيسة، وقعدوا برضو يحفروا في أرضية الكنيسة لغاية لما طلعت بعض الرفات كانت موجودة،
وفي الحقيقة الرفات ديت هي رفات لبعض الأباء البطارقة والأساقفة والقديسين المدفونين في المكان، لأنه حسب التقليد الشفوي وحسب المخطوطات القديمة إن كان في مدفن للأباء البطارقة بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة. حسب المخطوطات الأثرية القديمة كانت الكنيسة مدفناً للأباء البطارقة الذين عاشوا بالكنيسة، حيث عثر بالكنيسة في المزار على صندوق أثري به عدد من رفات القديسين البطاركة. حديثاً بنعمة ربنا وتحديداً سنة 2008 في عهد قداسة البابا شنودة الثالث ونيافة الأنبا رفائيل، جت فكرة إن إحنا نحيي مزار الأباء البطارقة، لأن معروف إن الكنيسة عاش فيها 23 بطريرك لمدة 360 سنة متتاليين من سنة 1300 لسنة 1660، فكان من الطبيعي إن يكون في مجموعة كبيرة ونادرة من مقتنياتهم. ابتدينا إن جه سيدنا نيافة الأنبا رفائيل وأخد الرفات اللي موجودة في الصندوق اللي اتكلمنا عليه وابتدى يحطها في أنابيب، وبمجد وكرامة كبيرة طيبت الأنابيب ديت وبقى مكانها الرئيسي هو داخل مزار الأباء البطارقة. يضم مزار الأباء البطارقة مجموعة نادرة من المخطوطات الأثرية المكتوبة بخط اليد، والتي تحوي كتب القراءات الكنسية وكتاب الخلاج المقدس وكتاب القطومارس وكتاب البصخة وبعض الميامر وكتب تفسير الكتاب المقدس. ونجد داخل المزار إبداع الفنان القبطي في تشكيل المعادن، حيث نرى البشارة بالحجم الكبير وكانت تستخدم في طقس صيامة الآباء البطاركة، وبعضاً من أكاليل سر الزيجة بأشكال ونقوش مختلفة، وأواني المذبح، حتى مفاتيح الكنيسة الأثرية بتاعت زمان موجودة، الدف التريانتو، مجموعة كبيرة ونادرة جدا من الشمعدانات الأثرية ومن الأناديل اللي كانت بتستخدم في الإنارة، بعضها بيرجع للقرن الـ14. هنلاقي فيه مثلا حزام للأب البطريرك كان بيحطه على وسطه. وتميز الفن القبطي أيضا بأروع الفنون الخشبية، إذ انفرد المزار بوجود طبق الحمل مصنوع من الخشب، ودي حاجة نادرة لأن احنا عادة بنلاقي طبق الحمل حاليا مصنوع مثلا من الخوص أو البوص، لكن دوت طبق حمل خشبي أثري. هنلاقي برضو اللوح المقدس، في 2 لوح مقدس أثريين جدا موجودين برضو داخل دولاب خاص في المتحف. هنلاقي بعض الأيقونات الخشبية المنحوتة أو المعمولة قيمة، منها أيقونة للعذراء مريم شايلة السيد المسيح منحوتة وجميلة جدا. وهنا نرى أروع ما أبدع الفنان القبطي، وجود نسر خشبي كان يستخدم كمنجلية للقراءة. يوجد برضو في المزار كرسي للأب البطريرك كان موجود في الكنيسة، وفي كرسي كمان أقدم منه موجود في المتحف القبطي ومكتوب عليه كرسي الأب البطريرك من كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة. والكرسي الحالي هو كرسي أثري وجميل جدا، وفي زيارة لقداسة البابا تواضروس لما جه الكنيسة عندنا ودخل زار المزار كان معجب جدا بهذا الكرسي، لدرجة ان هو أخذنا بركة ان هو جلس عليه. امتلأ المزار بمجموعة نادرة من الأيقونات الأثرية، مثل أيقونة الأعياد السيدية الكبرى التي ترجع إلى عام 1186 ميلادية، وتشمل أيقونات الميلاد والعماد ودخول السيد المسيح أورشليم والقيامة والصعود
وحلول الروح القدس، وهي عند الأقباط تماثل الهرم الأكبر لعظمتها ولشهرتها كمان، لأن هي كانت تسمى باللوح الذهبي، حجمها كبير جدا، تظهر فيها الأعياد السيدية السبعة الكبرى مترتبين، وتاخد شهرتها إن هي كانوا بيطلعوا زفة كبيرة في المنطقة في عيد الصليب وفي أحد الشعانين، كانوا يشيلوا اللوح الذهبي دوت ويلفوا بيه حوالين الكنيسة كلها يمكن 3 مرات، وكانت تطلع معاهم الآباء الكهنة والشمامسة والشعب الكنيسة كله. حاليا اللوح الذهبي دوت طبعا ما بيخرجش في الأعياد ديت، ولكن هي فضلت عادة فقط عندنا في الكنيسة، واستبدلوها إن هم بيطلعوا في عيد ماري جرجس وعيد العذراء. من الأيقونات برضو المشهورة جدا داخل المزار في أيقونة القديس يوسف النجار، ومكتوب عليها القديس العظيم البار ماري يوسف النجار، بيظهر فيها القديس يوسف النجار وهو شايل السيد المسيح وهو طفل، وقد إيه كان حنين عليه، ويظهر في الصورة السيد المسيح كان عمره حوالي تقريبا 3 سنين، ودي الفترة اللي كان فيها السيد المسيح موجود هنا هو أثناء رحلة العائلة المقدسة موجود في مصر، وطبعا القديس يوسف كان هو قائد الرحلة دي. هيكون نادرة وجميلة جدا للقديس يوسف النجار. كما توجد أيقونة الشهيدة العفيفة دميانة، في برضو أيقونة ليها طراز مختلف شوية، لأن هي مكتوب عليها ماري جرجس، وفي طبقات قديمة ليها نلاقي مكتوب عليها الأمير تدرس. كان دايما الأقباط يتلخبطوا ما بين صورة الأمير تدرس وصورة ماري جرجس، فكان مثلا تبقى في أيقونة قديمة للأمير تدرس، يجي أحد المرممين بعد 100 سنة بعد 200 سنة، تحديدا مثلا الأيقونة اللي عندنا القرن 18 لما جت اترممت، المرمم عملها صورة ماري جرجس وكتب عليها ماري جرجس. في ترميم الحديث في الألفية سنة 2000 وجدنا أن تحتها أيقونة تانية مكتوب عليها الأمير تدرس، بقت هي 2 ماري جرجس والأمير تدرس. والتاريخ بيعيد نفسه، أن احنا ما بنلغيش الحاجة القديمة اللي موجودة، لكن فقط بنظهر. احتوى المزار على مجموعة من أجساد الأباء البطاركة والأساقفة. البابا يؤنس 13 البطريرك رقم 94 بتحكي سيرة حياته إنه هو دفن في حارة زويلة. كمان في سيرة القديس صليب اللي استشهد في عهده، بتقول سيرة القديس صليب إن لما استشهد جابوه للمقر البطريرك في حارة زويلة، واهتم بيه البابا يؤنس 13 ودفنه في هذا المكان. ويقال إنه هو أوصى البابا، أوصى إنه لما يتنيح يدفن بجوار جسد القديس صليب. فعلى الأقل البابا يؤنس 13 موجود في المنطقة. صحيح لم نستدل عليه، ولكن بنعتقد اعتقاد كبير إنه يكون موجود ضمن الأجساد اللي موجودة في الكنيسة. الشهيد صليب الجديد كان أصلا من بلدة إبشادات بملاوي، وكان أهله جوزوه ولكنه عاش بتول مع زوجته، وانتقل من إبشادات بملاوي للقاهرة، وهنا اتقبض عليه واتعذب إن هم حطوه على صليب والصليب فوق جمل، وطافوا به شوارع القاهرة يشهرونه لحد ما استشهد. بعد كده استشهد في مكان قريب من حارة زويلة في منطقة الجمالية هنا القريبة مننا، في عهد البابا يؤنس 13 اللي لما سمع بخبر استشهاده جابوا للمقر وأمر بأن هو يطوف على الكنائس لأخذ بركته، وبعد كده دفن في هذه الكنيسة. في عهد قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث اكتشف جسده، وبقى فيه جزء من رفاته موجودة في كنيسة العذراء هنا، وجزء آخر موجود في دير العذراء للراهبات المطلة على الكنيسة هنا بحارة زويلة، والجزء الثالث خده الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي
على اعتبار ان القديس من ملاوي مسقط راسه. احنا بنعمل احتفال بالقديس صليب وبنحتفل به في يوم 3 كيهك اللي هو عيد استشهاده 12/12، واستشهد في بدايات القرن السادس عشر سنة 1512 ميلادي. أما عن الأثار الرخامية والحجرية لم يخلو منها مزار الآباء البطاركة، إذ نرى جرن حجري يستخدم لطحن القمح، ومعصرة لصنع عصير القرمة لسر الإفخارستية. وهكذا تجلت بركة المكان بما حمل من كنوز لآباء بطاركة عاشوا سنوات، حملوا الكنيسة وقدموا لنا مثالا معاشا للكنيسة الحية الخالدة على مر التاريخ.